يلي صار بمتحف سرسو بعد انفجار 4 آب هو كان أقسى مرحلة لمتحف سرسو يلي هو صار له 62 سنة مستمر ببيروت ويلي مرق بالحرب الأهلية، ولكن الدمار يلي شفناه بعد انفجار بيروت كان أكبر دمار. 70% من مساحة متحف سرسو دمرت، وصوفيات الزجاج ملون. قدرنا نرجع نعيد ترميمه وتأهيله بعد سنتين ونص فقط، وهيدا إنجاز. هو أمل، بيرمز أمل وترجع الحياة الثقافية على لبنان بهالافتتاح. الترميم الأعمال كان في 55 عمل تضرروا بانفجار مرفق بيروت، 50 عمل ترمموا ببيروت، وفي 3 أعمال متحف بومبيدو للفن بباريس هدينا ترميم الأعمال.